مشاهدينا الكرام، الكويتي هي إحدى منارات العمل الخيري العالمي اللي قدمت مساعداتها لدول العالم من باب مسؤوليتها الاجتماعية تجاه الدول والشعوب. هذه طبعا الخبرة الطويلة اللي تمتعت فيها طبعا كمركز العمل الإنساني في العمل الخيري جعلتها تتميز في هذا المجال في ظل تعاون وثيق ومتجذر مع المنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة. في ظل الاحتفال العالمي بالعمل الخيري، طبعا أصبحت مناقب الكويت الخيرية رائدة على المستوى الدولي ولله الحمد، بعد أن نجحت هذه التجربة الثرية طوال هذه السنوات والعقود الماضية في مساعدة الجميع ومد يد العون لهم، كذلك في النكبات الناجمة عن كوارث طبيعية أو بسبب الحروب لإغاثتها وغيرها. نعم، طبعا حول هذا الموضوع يسعدنا أن تنضم إلينا في الاستوديو الأستاذة لولو أسامة التركيت، مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دولة الكويت. أستاذة لولو، صبحت الله بالخير وحياك الله ويانا في العالم هذا الصباح. ونبدي وياك على طول، يعني احنا خلينا نتكلم عن الهدف المرجو من الاحتفال العالمي اليوم العالمي للعمل الخيري، وشلون تشوفين شعار هذا هالسنه؟ اولا شكرا على الاستضافه، واليوم العالمي للعمل الخيري هو يوم مهم، وبدا الاحتفال فيه في 2012 استذكارا للحائزه بجائزه نوبل للسلام مادر تيريزا، وهي احد اشهر الشخصيات الخيريه في العالم. والهدف من هذا اليوم هو التذكير بالنظرة الشاملة والمجتمع التكافلي في العمل الخيري، بحيث أن الجمعيات الخيرية، الأفراد، الشركات الخاصة وكذلك الدول كلهم مساهمين أساسيين في العمل الخيري، وتشجيعهم على هذا العمل، وكذلك تذكيرا للأفراد الراغبين بالمساهمة في العمل الخيري على اختيار جمعيتهم أو اختيار القضية التي تهمهم أكثر شيء والمساهمة فيها في هذا اليوم. طيب إذا نتكلم عن دور الكويت بشكل خاص ما يخص مساعدة الناس المنكوبين، وطبعا يعني نقدر نقول مثل ما ذكرنا قبل قليل ان الكويت فعلا اثبتت نفسها في هذا المجال بالذات. صحيح. نتكلم عن هذا الموضوع فيما يخص اللاجئين بالذات في العالم. دوله الكويت تعدها المفوضيه وكذلك الامم المتحده شريك استراتيجي ومثال للدول الاخرى في العمل الخيري، وكذلك في المبادرات التي تاخذها دوله الكويت في حال كان في اي ازمه انسانيه او ازمه طوارئ او ازمه او كوارث طبيعيه، واحنا هذا الشيء التمسناه مؤخرا كذلك في الحرائق اللي صارت في تركيا وغيرها. كانت الكويت من اوائل الدول التي قدمت المساعده، ودائما بطريقه مبتكره من خلال ارسال فريق الاطفاء، من خلال التمويل وغيرها من هذه الطرق. ولكن بشكل اكبر واعم خلال الازمه السوريه كانت الكويت اخذت القياده من خلال اجتماعات كبار المانحين وكذلك من خلال مؤتمرات المانحين، وهي لعلها تكون دولة صغيرة ولكنها ذات أثر كبير في المساعدات الإنسانية، وكانت تقف بجانب كبار الدول عبر التاريخ في تقديم المساعدة، فقدمت أكثر من 2 مليار دولار للأمم المتحدة وغيرها من المنظمات والجهات الخيرية لمساعدة السوريين حول العالم. وكذلك في أزمة اليمن رأينا نفس الشيء، واستضافتها لمحادثات الجانبين اليمني ولمدة 3 شهور، ونرى أيضا في الجانب التعليمي، في الجانب الطبي، وخلال أزمة كوفيد وفي عز الأزمة الاقتصادية العالمية التي واجهتها العالم رأينا مبادرة الكويت بتبرعها بأكثر من 200 مليون دولار لإيجاد علاج أو إيجاد فاكسين ولقاح لهذا الوباء والجائحة. جميل، خلينا نتكلم بما أن يعني نتكلم عن الشراكة بين الكويت والأمم المتحدة في الجانب الإنساني، شلون تشوفين؟ صراحة أنا مثل ما ذكرت كأمم متحدة نعد الكويت شريك استراتيجي، ودائما ما أقول أن تعرف مدى قوة شراكة الأمم المتحدة مع أي دولة هو في عدد المنظمات الموجودة على أرض هذه الدولة، وإحنا شفنا مؤخرا أن افتتحت منظمة الصحة العالمية وكذلك يونيسف، وإحنا موجودين كمفوضية أمم المتحدة لشؤون اللاجئين صار لنا 30 سنة، فكل هذه أدلة
توضح مدى الشراكة وعمق الشراكة بين الأمم المتحدة وبين دولة الكويت. طيب القيادة السامية هنا عندنا في الكويت طبعا من الأمير الراحل طيب الله تراه الشيخ صباح لأحمد الجبر الصباح قائد العمل الإنساني وجوده ومكانته بهذه السمعة الطيبة، والآن نحمل طبعا أكيد الشعلة صاحب سمو أمير البلاد الشيخ نواف أحمد جابر صباح، من يعني هناك نلاحظ استمرار في العطاء واستمرار في مد يد العون لجميع من يحتاج، يعني صار نهج الكويت من هذه الناحية. نتكلم عن هذه النقطة بالذات والقيادات السامية بتولي هذه المهام. صراحة كانت في مبادرات سامية منذ اندلاع الأزمة السورية في 2014 أو 2013 من قبل طيب الله ثراه صاحب السمو أمير البلاد في ذلك الوقت صباح أحمد جابر الصباح، ولكن استمر هذا النهج وما زال موجود أيضا مع القيادة السامية الحالية حضرة صاحب السمو الشيخ نواف أحمد جابر الصباح، وهذا ما نلتمسه دائما مؤخرا، وأن هذا هو هذه المبادرات ليست مبنية على شخص، وأن هي سياسة خارجية متبعة من قبل دولة الكويت، وهي سياسة إنسانية بحتة غير مبنية على أي أجندة. فالكويت تقدم مساعداتها من غير مقابل، هي ترغب في مساعدة أي شخص محتاج حول العالم بغض النظر عن الدين العرق الجنس والمساحة الجغرافية. فهذا وهذه أدلة، وهناك أدلة موجودة على العمل الخيري منذ ثلاثينات القرن الماضي، فكل هذه أدلة موجودة ومستمرة بإذن الله تعالى إن شاء الله. أستاذة لولو، هناك تحديات كثيرة قاعد تواجهكم وقاعد تواجه العالم وقاعد تواجه مناطق كثيرة في العالم. صحيح. لكن التحديات مختلفة من إلى، نتكلم عن سوريا، نتكلم عن اليمن، بنتكلم عن فلسطين، نتكلم عن كورونا حاليا. صح. يعني الفيضانات اللي قاعد تصير، الكوارث اللي قاعد تصير، يعني كل هذه تحديات مختلفة وفي أماكن مختلفة في بعض الأحيان. شلون قاعد تتعامل المفوضية مع هذه الكوارث؟ أنا لازم أقر هني أن 2020 كانت من أصعب الأعوام التي مرت علينا كمفوضية، بسبب التحديات الكثيرة، بسبب أن هذه التحديات جديدة، أن التطور كان مستمر، أن الدول كانت تتعلم والأشخاص نتعلم يوم بيوم كيفية التعامل مع الجائحة، بالإضافة إلى الكوارث الطبيعية التي حدثت في 2021. فكعاملين في الأمم المتحدة وكلاجئين وكأشخاص يقعون تحت ولاية الأمم المتحدة كانت سنة جدا صعبة، ولكن يعني الحمد والشكر لجميع الأشخاص والحكومات وكذلك الشركات التي ساهمت في رفع الأذى عن أي شخص كان يتضرر من كل هذه العوامل الصعبة. يعني وإحنا دائما نقول إحنا كأمم متحدة لا نعمل لوحدنا، نعمل مع شركائنا. من شركائنا؟ شركائنا الجمعيات الخيرية، الأفراد والشركات الخاصة. وحتى لو إحنا عندنا، يعني أتكلم كمفوضية، عندي أنا 17,000 عامل في الميدان، 91% منهم قاعد يشتغلون بالفيلد اللي هو مع اللاجئين على الحدود في الصحراء، يعني في أرض المعركة نقدر نقول، ولكن أنا ما أقدر أشتغل بروحي، أنا محتاجة إلى شركاء يساعدوني، سواء شركاء وطنيين أو شركاء خارجيين. فحتى كبدايات المفوضية كنا إحنا نشتغل على ميزانية قدرها 300,000 دولار في 1950، إحنا الحين قاعد نشتغل على 9 مليار. فالاحتياجات في تضخم وفي ازدياد، فكل هذه احنا ما نقدر نقول حق الدول يلا 9 مليار لازم انتم تدفعونها فقط، احنا كمفوضيه دائما الشركاء 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 في الميدان وفي القطاع الخاص وكأفراد وكقياديين دورهم هم الأساس في عملنا. نعم. طيب خلال هذه الجائحة مثل ما ذكرتي قبل قليل، إذن جائحة كورونا سببت نقدر نقول إعاقة اقتصادية في العالم كله. صحيح. شلون قدرتوا تتوالمون مع الأزمة؟ شلون قدرتوا أن أنتوا تتخطونها وتستمرون في مساعدة الدول المحتاجة؟ أعتقد أن أهم أبرز العقبات كانت أن الحدود تسكرت. بالضبط. صح. فكان هذا صعب مو بس علينا كمقدم مساعدة، ولكن كان صعب أيضا على اللاجئ أو النازح. أنه هو مو قادر يطلع من المخيم. أنتوا تدرون اللاجئين والنازحين بعضهم ما عندهم تصاريح للعمل، وبعضهم يعملون بطريقة غير رسمية بالأجرة اليومية. فوضع ضغط إضافي على اللاجئ والنازح، وضغط نفسي كذلك. طبعا. بالإضافة إلى ذلك عندنا التعليم.
تعليم صار أونلاين، تحتاج لابتوب، تحتاج إنترنت، هذه الأشياء في العديد من الدول والمخيمات غير متوفرة. نعم. فأضافت تحدي جديد كاحتياجات للاجئين والنازحين. ولكن الحمد لله أول شيء كمفوضية احنا عملنا على تأهيل فريق عمل من اللاجئين والنازحين في المخيمات، لأول شيء الدعم النفسي، وكذلك لدعم التعليم، وكذلك للتوعية بأهمية أخذ التطعيم وسبل الوقاية. فهذه واحدة من التولز نقدر نقول المبتكرة اللي احنا اشتغلنا عليها. ولكن بالإضافة إلى ذلك كان في دعم كذلك من الدول المستضيفة في تأهيل وضم اللاجئين في خطة التطعيم وخطة العلاج والوقاية للاجئين. صح، شفنا هذا الشيء، تابعنا في بعض الأخبار اللي صارت فعلا تطعيم اللاجئين كان في لبنان وفي غيرها من الدول التي تمت فعلا. يعني يعطيكم العافية. الله يعافيك. حكم عملكم وخبرتكم وكن يعني كل الأمور اللي قاعد تمرون فيها والتحديات ونجاحكم في أغلبها، خلينا نقول إذا مو كلها، لابد أن هناك في خطة موجودة من قبل المفوضية للقادم. يعني مثلا على سبيل المثال من خلال دراستكم، من خلال التحديات اللي قاعد تواجهكم، تدرون ممكن تحصل في دولة معينة في مكان معين مشكلة. صحيح. شلون قاعد تتعاملون مع هذا الوضع؟ أو شلون قاعد تدرسون هذا الوضع؟ أوكي، احنا عندنا أقسام لدراسة وتحليل البيانات الموجودة أولا في الميدان. واحنا كمفوضيه دائما اول منظمه تكون في الميدان بعد اندلاع اي ازمه، فخلال 72 ساعه احنا لازم نكون في الميدان. ففي سيستم طوارئ موجود وموزع في قارات العالم، تقدر تقول منها المخازن للطوارئ، منها المبالغ التمويليه التي قد نحتاجها لتمويل حاله الطوارئ دائما اون ستاند باي. فهذا هذه الخطة المتكاملة أنا أعتقد من أذكى الأشياء اللي يعني رتبتها وجهزتها. مذهبين لدوا قبل فلان. إيه للأسف، وإن شاء الله ماكو فلعات. يعني إحنا يمكن في منظمات أو جهات تستانس لما تبطل أفرع في دول جديدة، إحنا بالعكس إحنا يعني ضيق خلقنا، لأن معناته إن في أزمات إضافية موجودة. فإحنا نفضل إن إن شاء الله ما في أزمات ويعم السلام إن شاء الله بالعالم كله. إن شاء الله نتمنى ذلك. أبرز المهام اللي قمت فيها خلال الفترة الماضية اللي تحسين تميزت عن غيرها، وأبرز المهام الحالية تقام وتحسين أنها تحتاج إلى اهتمام أكثر وتوعية أكثر. إحنا كمفوضية في الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مهمتنا الأساسية هي حماية حقوق اللاجئ والنازح. ونحن نتكلم عن الحقوق الأساسية، حقه بالتعليم، حقه بالصحة، حقه في الشعور بالأمان، حقه في أن يأكل ويشرب وأن يكون لديه مأوى بطريقة أساسية. فإحنا لا نتكلم أن اللاجئ والنازح في هذه 9 مليار اللي بتكون موجودة في ميزانيتنا أو والتي نتمنى أن نتلقاها أنه هو بيعيش حياة يعني مرفهة، إنما سيتلقى الأساسيات. فدائما ما تكون تحدي، لأن أنت عندك يعني إحنا نتكلم دائما عن سوريا واليمن، ونتكلم مثلا حاليا عن أفغانستان، ولكن هناك أكثر من 12 حالة طوارئ حول العالم، خاصة في أفريقيا وغيرها من وفنزويلا وغيرها من الدول. فكل هذه يعني تحتاج فريق ديناميكي ودول متفهمة وداعمة وخطط دائمة وخطط طوارئ أيضا دائمة، وكذلك إلى تقارير وإلى نداءات إنسانية مستمرة إلى الدول لدعم هذه الحالات. فإحنا بدون دعم الأشخاص وبدون دعم الدول وبدون دعم الحكومات وبدون دعم الشركات الخاصة لا نستطيع أن نعمل. نعم، يمكن بحكم أن إحنا نكون في هذه المنطقة نعرف أكثر عن مثل ما تفضلت سوريا واليمن والدول اللي تكون منكوبة حوالينا. صح. ما نسمع أكثر عن الدول الأبعد إلا لما نسأل ونعرف ونستجيب أكثر من هذه الحالات. في نعم. في أكثر من 80 مليون شخص يقع تحت ولاية المفوضية، يعني وهو عدد جدا كبير. طبعا. أول ما بديت أشتغل مع المفوضية كان العدد 60 مليون، وكنا نقول إنه العدد يعني عدد خرافي، هذا تاريخي، ولكن الآن نحن في عدد تاريخي جديد وهو أكثر من 82 مليون تقريبا. أستاذة لولو أسامة تركيت، مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دولة الكويت، بارك الله فيك، بارك الله في عملكم، وشكرا جزيلا على وجودك ويانا. شكرا على الاستضافة. إذن فاصل ونكمل معكم باقي فقرات العالم هذا الصباح، خليكم معنا.